إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأنكم سوتنا كتابك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه صلى ما بين لبدي ركعه فأنسوكرن مركا تستاجد اللو استاجة يرقع على صدحات هذه صلاة الله ركعك بلانتهاي هذه كسي بلانتهاينا هدانا ركعة دي أفراد القيام استاج إلى ركعة ركعة دي اللو استاجة ركعة الثالثة أو صدحة أيضا ثم الرابعة كدبنا مدى أفراد اللو استاجه هذا محله استاج اسمع القيام ماشي اللوغة هاد لا يوي هالكانو القيام استاج إلى ركعة ركعة اللو استاج ركعة الثالثة أو صدحة أيضا ثم الرابعة كدبنا مدى أفراد اللو استاج هذا محله ومبحثه ماشي ومحلك إيام ماشي اللوغة باري ثم كان النبي روحه صلى الله عليه وسلم ينهض متكعة إلى ركعة ركعة وكهجري ركعة الثالثة أو صدحة أيضا مكبرا حاله يا الله أكبر مدله مكبرا حاله متك تكبير سنة يا الله أكبر له التحيات كمركو قد ما هذا النبي والتحيات كبحاء ويقول استيقظ يصبه الله أكبر مرك الله أكبر واحد باللابنة إذا استيقظ باللوغيس استيقظ مركو باللابنة إيه باللابنة مركاسنا ويطماني كسو استيقظ واحد باللابنة إذا تكبيرتو مركو استيقظ باللابنة الله أكبر مركاس إيه باللابنة هل كاسينا كطمانة إذا سيدا أئمد إمام الشافعي يا أحمد إيو إن بدنا نحل حديث كم إذا صدق سيسلي أقوله، لكن العلم يقبل واحد كتارين بالله قاس وسي شيدا، صدق الإمام النووي يا مكة لا يراه ذا، وسي شيدا مكوا بالله الله حافظ من حجر فتح الباري مكة وقول كلية هاي، ظاهر ما هن الدليل ككمان موقت سي جديد تستريح الغطاء، حديث كان كمان موقت. مركا صواب كي وقول ياي مركو استيقظ بالله بيو الله أكبر لي وقمان مركا تكبيرتو خلاص ويسك استيقظ جديد دليل ملك وامر النبي وامر به تكبيرك المسيئة كي حميلي صلاة وصلاة ديسة لنكي صلاة حميلي وصدق الغنوتو كذي مركو النبي صلاة بريي وقو امر انو تكبير صدو مركو استيقظ في قوله قول كي سو نبي وكو أمره وكو يري ثم اسمع سمي ذلك صداس أنكو صوب براي في كل ركعة ركعة كستبمانتت إيه وسجدة سجود كستبمانتت كما تقدم سيد الناس وهر مراي وكان نبي وقوها صلى الله عليه وسلم إذا قام مركو استاغا من القعدة فضلك مركو كاستاغا التحيات كبحيو دمائيو كبر الله أكبر به جري ثم قام مركز كدب استيقظ جري حديث كان مركز نص وكوية التكبيرتا انت اللغة وعقل لإستيقظ وانت اللي استيقظ كدب أن لتكبير سنة انت تكبيرتا اللغة وعقل لإستيقظ مركز حيرا ثم اسفر عطفه وكان نبقى وقوها صلى الله عليه وسلم إذا قام مركو كاستاغيو من القعدة فضلك كبر الله أكبر به جري ثم قام كذب استاغي جري وكان مركو وقوها صلى الله عليه وسلم يرفع متكر قاض يديه الرئيس قعمه مع هذا التكبير الله أكبر تلتر كده أحيانا مرمح هاش اسمك وحير آدو فيريا
حديث وحاء كان يرفع يديه انت سوى حديث ووجه دا قنصل الهرية قدال وكجليه انت سوى حديث مع هذا التكبير احيانا وافق او شيق اصب صدا سوى كما سلب وكبر مركز تغلوك العلامة يا حديثك هي مسألة الفقهية أو التقاطع ما حديثك ما حديثك لا تصوك العلامة يكتب ولم قد تصوك ري مركا حديثك وقع نرد إنه قعناها كورو قالي كري مركو يتحياتك بحكا استاذي شيخ وقل كود داري مع هذا التكبير الله أكبر تلا تركي وقل كورو كود داري أحيانا كلنا سمقطع حرفا مدبا قولين لو دول استابه مدى كرات او مع هذا التكبير هدي اللي يلاهدو وحي سورد النقرة إذا أتحياتي قوك سيدو أولي إنو يلاهدو الله أكبر او قعنا كرو قادي دو أي فقق النقر سيدا سي سورد النقرة وحي النقرة إذا سورد وكتاك القرية هاي إنه قفك سلوفا لمكوة حياتك دمائيو أولي رهدو الله أكبر أو تكبيرتا إيا قعمو كاروقاليتا إنت اسم مركات لغو أو استيغو مركات دمبو استيغو مكا قعمو كاروقالي ما سيدا سيدا قوني وانا سيدي مرار بلانو كتاب كاقليين عنو أقليين أولا التطبيقية يوندد كان أطو سيولي به لكن هل علمي قبل نقدنا يكدي مكان عكاي ولا وافير فيري اسيمين اد نقدنا يعطي مسلرات ولا دت سنة اد تشعل ايا قاب كاس او سمايان ما راح السنة وحاص وقفت صغر فقية تحياتك ماكو قميو صغر فقية انو قعمها قابا سنة ما احنو لي اد افغينا مكا ولا وافير فيري وهي مكا انكاقيين سيدانين احايين أحاديث تقصوا أرورتي مكا التحياتك بحيء لطميه قعمها كرلهم قاريه وحاكم إذا حديثك عبد الله بن عمر والنافع وكوريه صحيح البخاري تقصوا بخاري نقول باب قبطي قولي باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين باب كروح كذا لبنا قعمدين كرلهم قاريه قلت لكم كيستيقام لبنا ركعور بحيء حديثك عبد الله بن عمر وكسو أروريه حديثك أسبح كتيره وإذا قام من الركعتين مركو نبيه كيستيغى الله رقعه رفع يديه لبديه سكح مذكره وقالكين لفظك مركز سراسة ظاهر وحاقه استيغى مركو استيغى كدبين وقالكين وعن الو تأويلي كراسيد النصوص آت أبلاً لغوكو أرقصو أرورتي إلا إرادو إذا قام أي إراد أراد القيام بمكا قاب كان شبه سوريا لفظه وآه قف كيو وفقية إنك عمها قف وقابه وحا لازم إلا تأويليو ظاهر كما وافقيو ظاهر كوكو نقنا مركو استاجي أيو قاضي قعمه لكن الدليل إذا صدر فرديو قاضي تأويل أيو بانت وحي النقون وإذا قام أي وإذا أراد القيام تأويل كسر نصوص أبو بضان أيو كسو أراري بل ابن خزيمة صحيح يسويه ليه ضمان الدليل كسو أرارتي وإذا قام أي وإذا ركع وإذا ركع لفتك أصو نصدرين وإذا ركع رفع يديه وحلو لك إذا أراد وطريقة حرف هذا يكون صحفة ولقود مقعاني كذي اسم فاعلك قفك الدولة يفعلك إنو الصمي قفك الدولة يفعل إنو الصمي قال لي هاي وحلو مقعاني مركو سميه قال لي مركا لكن هو تأويل تأويل كنا لازم دليلها او تأويل كما كظاهرة نسك اللي حريو وحي لازم ان دليل لهم سيأيوك للدومان تأويلك صحيحة هي تأويلك فاسدك عبد الله بن عمر
او اهراوي حديث كوريي وحا كسغان مصنف عبد الرزاق جزء كلمات صفحه 68 قاعده او غو دقمي اصل او وحا كسغان عبد الله بن قمر جعمها كرو وتالي جيرين مركو استيغو اي اسغو فديه كرو مقادي جيرين سداس ايا كسغان او وحا كتالا حين يستوي قائما حين يستوي قائما فاسق طالب عبد الله بن عمر مرك او غعنا قال جيره وي مركو استاغو اسغو تاغو غعما كرو قال جيره يرفع يديه حين يستوي قائما من مثنى مركو لراها اكسو استاغو سغو تاغن او سيمانو غعما كرو قال جيره حكو يا لا مصنف عبد الرزاق تسك لباب لحدا يا سيدي مركا فاس او موقت مركا انو راويغا او دكا كانو اوقون بدانا حديث كان معنيهيسا او التطبيقيي قعنا كور قابدا ومركا اللي استاغو حافظ ابن حجر فتح الباري مركا وشرح ايو وقو كتش وابيا اشكال دكا قبل سوء اروريين حديث واحد كهر اي حديث كلا وعبد الله بن عمر لفت الكيس اللي كوريه وكوريه صارب بن عبد الله هو الكيس كوريه كاسا كهر اي حديث كان سعيد البخاري مركا حديث كاس ايا وحيا كوتيرتا مركو شيغي صبح ميرو ونادقو قعناها كورو قادي تيري ومدى كويتاي مركا او حرام اي صلاة وتكبير عند تكبيرة الإحرام مدنا اي طاي عند الركوب مدنا ايتاي عند الاعتدال صدق راس حديث كاس ولا كجرته مركا وحا لا سقطا ولا حين يرفع الراس من السجود مركو سجود ما لا كسو قاليو نبي غعمها كر ما قاد جيرين مركا سو قرايو مركا اسوافجيه نفيغاس اي حديث كان سو يا لبا رك اما كو كاستاغيو انو ما بي غعمها كر قاد جيرين مركا سو حافظ كو قوليري ويحتمل حمل النفي هناك على حالة رفع الرأس من السجود وهو احتمال كرا نفيك حقا إنه حنباره مركو ملح نبو سوق هذا لا أرى ما بعد ذلك حين يستوي قائما كاس دين مايو مركو قفكو استعال أو أسلمه إنه قعمها كرو قابل كحافظ كان وكديغا غعما كرو قاديد با او حديث كان كو سو ارورتي marka labada raqca uu qofku ka isteego isagoo taagan oo gacma kor qaado sidaas uu kadiga ee ay sanahay asagoo fadhiya inuu kor qaado ahadiis ta kale ee ku soo arortay in qofku marku wa tahiyaadka bixid dhammaya gacma kor qaado waxa kamid ah hadiiska Cali ibn Abi Talib حديث علي بن ابي طالب واحمد بن حنبل يا ابو داوود يا قيل كود باي وريان حديث كاس وعا كسغان ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد نبي صلى الله عليه وسلم جعمها كر ومقال جرين هل شيء او صلاه دي سكمت اسقو فديه حديث كاس لا كسغان نبي صلى الله عليه وسلم هل شيء او صلاة ديسا كميت اه جعناها كورو مقالي كرين اصغا وفقية وإذا قام من السجدتين لبدا رقعمكو كيستيغو ففع يديه جعنو كورو قالي كرين كذلك صدي وهوكالي وكبر الله أكبرنا وابيه كرين حديث كيمان الترميد دي أبو داود يا أحمد إياه وليين يقير كتبه ترميد دي صحيح يا رشي الناس إنه صحيح يا لي وحديث صحيحة وحنا ويلفظه وعام ولا يرفع يديه في شيء انتو وانا كده في سياق النفي وحنا تسي هل مرنا صلوا فضيين وسنكر ربي قوك هذا كيف حديث كاسمار كاسنا ظاهر كيسا وقو كتوسا كعنا كرقاضدو ملك القفكو استاغو كذب إنا يطاعي حديث تكالا ايكو سوء ارارتي التحيات كملك اللي استاغو انكو قلوق هذا كعماها وعاكمل حديث كابيح أبي حميد الساعدي رضي الله عنه
بيت كاس مثلا واحد كوتشيرتا حتى إذا قام من السجدة تاني ما كنا ندو كيس تاني الله أنا رقعه كبر الله أكبر بيتشري ورفع يديه كعمان كون تاريتشري حتى يحادي بهم أمانك بيه إلى أول ما رقعه لسمه مالك كان واحد كوتشيرتا سنة قرينك عليه أعطو السيدة قام كون قالت ويري تمرك اللي استيقه وواحد لسي سعطا كما صنع حين افتت عصر حين افتت عصر صلاة سيئو سميريك مكو صلاة فرفرنا يخيرنا يبلو بقوري سيدا صوك لك مكي صلاة فرفرنا ينا قفو حوك عما كورو قادة سيغو التاقل تاسو ركوش بها حديث كاسنا وحاوريين خمسة مكا لغاها ابن نسائي ترمدي ايا صحيح يا رشي بناصرنا وو صحيح يا ري مكا حديث تاسو بان waxaa kam muqata gacmo kor qaadintu inay tahay qofku markuu istaago aan kulleeyna intan rukubayo arkiyeena ma aanan arag walaw hal imaam ba allah ka dhigay intu fadhiyo gacmaha inuu kor qaaday nabiga amase ay sidaas u fahmeen ee asal ka sifahana wax sharakaba halkan kuma uusan darin iyo wax faahfaahin marka kale inta ka qabay wasidaaso sida dhahir ka marka gacmo kor qaadiddu waqafku markuu istaago taas waxaan uga gudubnay macaahada takbiiri ahyaan taas oo hartay marka ahyaan taas sidaan sheegnay waa lafti shiiqu leeyahay ahadiithu ku soo arortay atahyaad ka dhexe marka laga istaagayo in gacmaha kor loo qaadana intaan akhriyay kuma jirto oo sadexdan hadda aqrayna ay kamid tahay ahyaan laba socoto ee wax weyn inuu gacmaha kor u qaadi jiray ayaa ku sugan waxa dhici karta inaan ilmiga qabaal ahyaan taas inuu shiiq u yiri ruwaada tilmaameen gacmaha kor u qaadida gabal kamid ah ayaa sheegin markuu labada rag oo nabigu ka istaagay inuu gacmaha kor u qaadi jiray marka maadaama ahadiithta رواد دوريين قعما كورو قادر دا حديثة كهد الله دا قبل كميدو ايسان بشيغين اتحيات كده حمرك اللي جاي استاجع ينكر لو قادو وغشيقو كوحن بارد قار كاس قار كأن شيغين إري لكل مين نبيغا مر وصن كورو قادر كوو الشيغينا اي لكل مين مر وكورو قادر سيدا اسئنو كاقاتي ايا بيع كرتير ادنان حلم وقولي احيان لكن حديثة كسو أرارتي ما كتبتو أحيانا سيدا استرتي وحاصل نبيئة مركزتو التحيات كان يحطفكو بمعيو هو استيغو إنو قعمها كرقار وكان مدعوه وحاصل الله عليه وسلم إذا أراد مكو الضرم القيامة استيغيت إلى الرقعة الرقعة وهو استيغ الرقعة الرابعة أفريضة قال وحديث الله أكبر الله أكبر الله وحو البكوين بضا وأمر نبغ وأمر به بالتكبير التكبير المسيء كيف ميه صلاة وصلاة ديسة كما تقدم سيد النص ومرا آنفا مردوين وكان نبغ وحوها صلى الله عليه وسلم يرفع مذكر قاد يديه لغديسة قعمه مع هذا التكبير التكبير تلتر كيد أحيانا مرمت فقعد أفراد نبي مركو يستيقى صلى الله عليه وسلم أو سجود لما يستيقى الله أكبر أبيك وأنا مركز ومركة جلسة الاستراحة سمعنا مركز وكلا مركو سجود مرحة كالصوت الله أكبر لي جلسة الاستراحة سمعنا كذب استيقى جلسة الاستراحة أي انتصم أي كذب استيقى مركو ركعد أفراد يستيقى الله أكبر نوالي مرمروا مكا قعناه كورو قادر تلت كيدا والمدو وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع مذكر قادو اه يديه لبديسة قعناه انتصوى حديث مع هذا التكبير احيانا نوافقي رشيط لكن تن اهل علم ابو بلانا من السلالة صدا اصوش الشعرية وحا صلبت ايساس وير اهلين نوحا يطهي اكثر كصحابة صلاة النبي وريين مشيرين رقعة أفراد مركو يستيقى إنو قعنا كورو قادي كري ما إيسا الشيقين
سجود مركو مرحا كسو قادة برقار كميدو ويبا انفيين با مركا تاس واحد توسا إلى صحابة داس فرحة بران اعتلماني صلاة النبيغا إني سن أرق صغو قعمها كرو قادة قاركا تلمامينا مركو كرو قادة أحكام تاس مركا واحد توسا إلى إمو مركرو قادة مرار براننا وصن كرو قادة مركا سيدة غالكا وين انقفكو كرو قادة لكن احيانا مرمر ورجع على فرادك ويستاجك عما ترقاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع متكر قاد يديه لبدي سقعمه مع هذا التكبير تكبير تلك احيانا مرمر ثم كان النبي وهو يستوي متسما قائدا حاله يهمتك كفدي على رجل لبتي سلوبت على اليسرى بدحضاء معتدلا حاله يهمتك سما حتى يرجع إلى أولاد كل عقل لفك استعبا إلى موتع ميشيسي وجلسة الاستراحة مركو رك على صدحة سجود دي لما يو مدح السوق الله أكبر انتين اهدو وصلك لقو جلسة الاستراحة وفرستو كدب استعبا ثم كان مدقى وقوة يستوي متكي السنادة قائدا حاله يهي متكي فقليا على رجل اللوك تيسكر كيدا كوفا ليا اللوك تعالي وسرع بيحة مكا وافتراشك اللوك تبيني تاوساس تأضلقو وصلك كوكا كسارا افتراشك عن صور مهميوي معتدين الحالي يهمتك السماء حتى يرجع إلى اللابتو كل عقم اللفك استاب إلى موضيح ميشيسة ثم يقوم نبيه كدب يستاني جري معتمدا على يهمتك حسكان على الأرض دولك مركو يستاني يهمت بوض جري بوديها ما يسكت جرين إلا لنا على عروض تطول كبيره وإستاغي جرين وكان النبي وقوها يعجين من عجينة يعتمد حاله وعسكنا على يديه لبدي سقعمه إذا قام مركز وإستاغي ورق على أفراد وكعيه أن عجين كان مأنيس وصامرنا يوه ما هنسيدي وعجين قصة يفرح الله بجرين مركز وفرحه الله من قبل كله بي بجرين ee macneedu waxa uu sidaa hooyada ajuusada u kacdo oo dhulka uu cuskato nabigu dhulku iska jiray markuu kacayo waana sunno marka uu kacayo labadii calaacado fidsan uu tabuunka dhigo uu sidaas u kici jiray ee macnuhu ma han faraha laaba sida xajiin qasaya ayuu faraha dadkooda dhulka dhiga maaha waana sunno qulinaa ilmiga sidaas u cadeeyeen oo masalaba horay noo soo martay taafa dhixdiis وكان هو يعتمد مد عجينة يعتمد حاله وقسكنا على يديه لبدي سقعمه إذا قام مركب ويستاغيه ورق على أفراد ويستاغيه وكان نبقى هو يقرأ مد أقيا في كل مد كستو من الرقعتين لبدا رقع كمدا لبدا رقع وضم بيا دي صلاة أفر رقعتها يوهي الفاتحة فاتحة وكوة كريتشري ورق أول فاتحة وعلى قربها وأمر نبي هو أمر بذلك وأمر نبي هو أمر بذلك أي بقراءة الفاتحة فاتحة أقرم تدورك أول بلغو أقريو المسيء كيف مجل سلاتة وسلات ديسة وكان نبي هو ربما مرمر أضعف متقدرة إليهما لماذا فاتحة لماذا رقعوا ضمبه إليهما لماذا أسرقوه كدر جري فاتحة في صلاة الظهر صلاة الظهر صلاة وان بماهان صلاة الظهر بطع آيات الضوء آيات من مروا لبداً قدام به مركوا فاتحة بطمية صلاة الظهر وآيات كدري جري مدوالبا وكان نبقى وقوها ربما مرمر أضعف مدكدر إليهما إلى ركعتين لبداً ركعوها لبداً فاتحة كدري جري في صلاة الظهر صلاة الظهر بطع آيات الضوء آيات كما سبق سيد النص ومرى بيان عدينتيس في القراءة قراءة بحيد النص ومرى في صلاة الظهر الأخرية القنوط قنوطك في صلوات صلاةها لقوكم وصلاةها الخمس شنطة للنازلة مصيبة حتى المسلمين تكون بعد الدرتين قنوطك لقاها تلاوى صده من واحد من النازلة كاسوا الدلاء قد قد قياده ليه يهي دي مسلمين تنبعات كرد عضو
ومثلا فات مسلمين عن قال ان الكوكو عطي كل ايضا ان المسلمين تشمت صلادات بقروضان وقال انا حباران مسلمين تنعود دعيان ايضا وعد الله قد قيامها الى هذا السوغان وانا قروض كنوح كمتق ما كاسو يمتقال كان لغا حضلي القروض تقروض في صلوات صلاةها لغو قروض صلاةها على خمس شمتاء للنازلة المصيبة مسلمين تقول عن الدرت بنازلة وعدبات مسلمين تقولها بستي للنازلة لأجل النازلة مصيبة على الدرت ابن لا قروض وكان نبي روحه صلى الله عليه وسلم إذا أراد مركو الضانو أن يدعو إنه حبارة على أحد القف هذه الدعاء على كدن بيضا وحبا هذه الدعاء اللام كدن بيضا ويدعو وكان نبي روحه صلى الله عليه وسلم إذا أراد مركو الضانو أن يدعو إنه حبارة على أحد القف أو يدعو أنا أود إيه لأحد القف أنا توا قنودي جري في ركعة ركعة دحية دكو قنودي جري ركعة الأخيرة أوضن بيضا بعد الركوع الركوع ذا كان قدالنا قنودي جري قنود كمحل كيسو هدو يهي قنود تنازلة والركوع ذا كان قدال مارك الركوع ذا مرحا لغا سوقا ذا وصنع الله لمن حمد ذا ويرادو كذب ويهي قنود كاسو محل كيسو ومارك ويهي قنود كو للنازلة مصيبات عدي درتي تريتوا قنودا ما كانت وقنود جري في ركعة ركعة دحية ركعة على قيرة الضم بيضة بعد الركوع الركوع ذا كان قدال قنود جري إذا قال مركة إلى ذا صنع الله الله أجيبه لمن قفك حميد ومهدية اللهم الله ربنا رب جميع لك كالك الحمد ما ذكو سقناطي مركز كذب قنود كما كأخر جري وكان ما بقى وقوها يجروا مثل شهرة بالدعاء الدعيسة دعاء قنود كان قروا أخر جري دور هذا عصر هذا مقرب هذا أما صبح هذا قنود كالنازلة قربوا أخي جري هو اللي جهر جري ويرفع يديه لما قعمضنا قربوا قاد جري لما قعمضنا قربوا قاد جري نبي قنود كاس ويؤمن أمين أيبير جري من خلف البطة قدم بيان نبي بطة قدم بيانا ويأمين سي جري الله مهدنا في منه ديتنا كمبه جرتا قنود كاس وقنود كالتاس الله مهدنا في منه ديتنا وحوين كمجرتو محل كيدانا مضع أهان تم وحاد كب الله بيضا قال هذا هبار كوبة إيا المسلمين تودعين تولي تاسو كب اللوضا إيا الله مهدنا في منه ديتنا كباب اللوضا سيدا عامده كب اللوضا ما كي يقنود كقنود النازلة ومسلمة المسلمين تكورنا عضي قنود ككمال جرت الله مهدنا في منه ديتنا كاسوه كسو عراري قنود كا أو وطرك حق على صلاة الليل كأدام بيضو كجرا كاسوه أميد كان حرار كقال هذا الحرار أيوه يدعى المسلمين تلوده أين يكب اللعبان ويؤمنوا أمين أيو ديكري من خلق وضعك نبيك كبن بي وكان نبيك وقوها يقلط ميت قنودة في صلوات صلاةها صلاةها الخمس شنطة كلها دمانتي شنطة صلاةها وقنود كري وقنود كان نازلة خاص كما أهان صلاةها ميت كميتا شنطة صلاةها وقنود كري وكان لكنه نبيك كان وقوها لا يقلط ميت قنود فيها صلاةها تحدود إلا إذا دعا إلا إذا دعا ملك أدو عين ما أهاني لقوم قلو أو دعاء مأو حضارة على قوم قلو مركز بو قنود جري نبيك صلى الله عليه وسلم مركز ما قنود جري قنود كلينا نبيك كما سغنا وح قنوده كلي فهو نبيك قنوده كما سغنا لبدا قنوده كلي نبيك كما سغنا ميت صلاة صلاح لغقاري يالو إيا ميت كويتركا أصبو إنو تكدي ميت كويتركا ويكو بسو غيي قول أهان لكن في إلهان إنه أسهل توجي أنت تكري أو قروضي وغم الصغمة لكن هو بس إنه قول أحان كاف أما صلاة الصلاح المقارية إلا إذا كما الصغمة لا قولا ولا فعلا كما الصغمة حديث ثابت قول إشكال هين من اللي جيه لك رب حديث كسوء كسوء أروري والضعيف سيدة قوي بس الحديث آدو قلافة الحديث كسوء قلافين لكن قول كراجحة ويهينه الضعيف يهينه الحديث كسوء أروري
marka nabiga wuxuu qunuudi jiray markuu qolo muslimiina u duceynaa ama gaala oo habaara farubama marmar qara nabigu wuxuu dhii jiray allahumma allah anti babali alwalid in alwalid wa min sahabiya marka taas waxay ku tusayda salaada marka ku jirto hataa qof u duceydo tiray heer ilaah u naxariiso salaada la yeelimay hataa dan khibaabin oo aan dhihin rahimaka allah allah ku naxariiso da marka salaas khibaab ka isee ka dilayee oo qof adoo la hadlaad ka dhigan tahay meeshaas salaadaadi ku baabaa laakiin ina du duceydo si gheyli ah oo tiray heer ilaah u naxariiso heer allah xifdi heer allah ilaali taas ma bigaado ku duceey waa tanaba اللهم الله انت بدبادي الوليد ان الوليد اله بدبادي وسلامه ابن هشام الله بدبادي سلامه ابن هشام وعياش ابن ابي الربيعه عياش ابن ابي الربيعه اله بدبادي اللهم الله تسويت وادعو عين يضط مسلمين اما بهم هبارك نواك اللهم الله اشدد كؤك واطقك قبشبابا على مبر إله غير مبكو أكي غير مبكو أكي لأنه نبي كأش قريش وكأوي إله إقاق أدكو قبوي وكوه غارة بضع عامها وحيرا لمكة لها بارة غارة ومثلا هدي لها مرايكا كألها هذا بارة مسلمين كتري وكلي وقريش غير مبكو ما بيجا بكتري مكتة وكتشي مكة لها بارة مكة وحا لها بارة ما المؤمنين وكوه كفرة وكوه كفرة في غير مضر اولي النبي غير مضر النبي على كدش ثم تجي حوارك ما تعد كدعي واهل مضر كغالبا اذا لو لقست انا وايضا انما الاعمال بالنيات غالبا ويهين غير مضر ويه ايغاس وي اذا لا بارا مركا دي لي دا مريكان كدبرك الله كجريو او انجليزك الله هلاغو وحق اشكال مره وحلا بارنا وكفرنا وغالبا اي ما هن شخصياتك مؤمنين تا وحلا بارا ما شخصيات كمؤمنين تماما اللهم اشدد إله الكؤب كيه وطأتك قبشد هذا على مضر غير مضر قبطه واجعلها هذا القوة لكتنك القوة لكتنك القوة واجعل الله كذلك ها القوة سنين سنة ديال سنة ديال معناه أبار أبار استمتشوهوه سنة وحلية وأبار سنين سنة ديال سنديال كاسو كاسيني يوسف نبي الله يوسف سنديال كي وقت وجوغي دعيو كلا كامل نبي يوسف مركو جوغي تضرب سنو اباره استو جوغا حدعه وسوره يوسف الله يكو شيغي تضرب سنو اباره اسكو خفتا ماركا تيو كلا الله كو سلد وي واجعلها الله عقوبه كد سنين سنديال سنديال كاسو كاسيني يوسف كاسيني يوسف نبي الله يوسف أباريه دعي نبي يوسف وقت جيسة أباري الله مت الله عقاب كذب اللهم العن إله النعلات كريب لحيانا نبي جايين صلى الله عليه وسلم إله القبيلة غير لحيان إله النعلات كريب أو النحريس هذا كفوجي إله كفوجي ورئلا إله غير اللي قرر اللي إلى ذا إله أيقنا النعلات كريب النعلات اللي كريب النحريس اللي كفوجي والذكوان إله القرآن اللي رهير ذكوان إله أيضاً أن نعرات كريد وقصية إله تفيد اللي رهير قصية أيضاً أن نعرات اللي كريد نبي يقول صلى الله عليه وسلم إلا دين وشيره وقد عصت الله ورسوله الله يرسول كي سي عاصر وحالله بارها الله يرسول كي سي عاصر قد تمرك الله يرسول عاصر إلا نعراته الله بارها أيوم مديه حق ليه وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان وقو نبي أها يقول مجره إذا فرق مركو كسو يستمر القنوط قنوطك الله أكبر بيكري فيسجد مركو قنوطك دميه الله أكبر بيكري فيسجد مركز السجود كري مركز السجود كري القنوط قنوط في الوتر اللي قنوطه وتر كوارك على قدام إلى صلاة الليل كأمر رمضان هالنقض أمر مركل هالنقض أمر رمضان هالنقض أمر سوى وقت كالنقض هذا بيش تجوب تبع هالنقض إيرك على قدام إلى صلاة الليل ك رك على سال إلى ذا وتر ما كرك على أكثر حلق لما يروح يقرأ على قدر له هل كاس وتر كوكشري كلا سوى كوكشري
ما قبل الركوع بسوى بعد الركوع ووتر كقنوط كيسا معهم وهو القنوط النازلة كاسوا صوشنا وبعد الركوع صوت لكن قنوطك ووتر كقنوط ركوع لما كهر إياه مسوى كدن بإياه العلم وسوق العقل كذي مركا يسلطوا القلادين ركعبا أغدن بإذن يهوتر ومركا فاتحة يقرأته طماته وكدن بإياه لكن أيضا الله ركوع إني الله بالله كذبا لركوع عمية مستمرك الركوع مرحة لصوت هذا سيدا قروض كي نازل لما كاسو اللمدي فاسو سوك لكن أهل العلم القروض تقروض في الوتر اللي هو قروضه وكان نبقى وقوها صلى الله عليه وسلم يقروض تميت قروضا في ركعة الوتر وتر وطر 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 في ركعة الوتر وترك ركعة سوكو قروض كي أحيانا مرمت مرك إنو قنودي كري إنو قنودي كري حديث كشيغة إيو خلاف فاكتر أهل علم أكثر كده إنتان عركي بلن كروا كوة ضعيفية ويجعله قنود كاسوح النبي يلي كري قبل الركوع ركوع دكه إنتو سن ركوعين مركو فاتحة لما إيو قرآن كتن بيات لما إيو إنتو سن ركوعين وكذب كري حديث كاسمك شيغة إيه وحديث كأبي بن كعب حديثك أبي بن كعب حديثك مكة أبي أهل العلم بلانا ضعيفين أبو داود كوليه مطل وكو ضعيفين وحاكله وليه حديثك النسائي سنن الكبرى أصنوا ضعيفين أهل العلم إن بلانا كمدنا وحي نسقرين إن النبي إنو وثرك أصبو قروضي أيسا وحديثة خصوصنا مثلا صدق امام ابان كسو قادمه قال الامام احمد امام احمد بن حنبل امام السنه رحمه الله وغيري ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء هل شيء اصغر وتر كما ذكر الله كما وري وان نبيغا قنوداي نبيغا قنوداي هل شيء اصغر زاد معاك جزك كورات وكفير هي بدر المنير جزك افراد زاد معاك جزك كوبات صدح وقال لا تاني صدح يبتل المميك جزك أفراب صدح وقال صدن يكو ابن خزيمة غيري رحمه الله إمام الأئمة وكليه صحيحي سجزك لباب وقال كنت يكو لست أحفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت لست مئي أحفظ إنا حفظ سنة هاي خبارا حديث ثابتا سرعا ولا وري واجرا ثابت وقوه قيدا معنى ولا وري هو واحد حديث الله شاقي لكن مت ثابتا او سرعا ما حفظ السري عن النبي النبي كسرعا صلى الله عليه وسلم في القنوط قنوط كان او سرعا امام كصدحات وحن كسرقا ابني حافظ من عبد البر استذكارك جزك شنات بقول تطبعات يليه قليه رحمه الله لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مكة عن صحي النبي صلى الله عليه وسلم في القنوط قنوطك في الوتر وتر كوجو قنوط حديث المسند والحديث المسند مكة عن صحي مكة حديث كقصة على رأنا واشينا العلم قال الكمدة ضعيفية أي مدي سلف كمدة سيدا نسائي أبو داود سيدا استرتيدا قنوطك أو وترك ويسكو قلاف إنها العلم وما كهر يا ركوع ده سوى كذا بي حتى الحديث نص له تاس وحي كان إلا سكو قلافه سيدا مركة أبوصة وافصان واسيدا وكسة ونقلية الشيخ الإسلام من تيمية أهل الحديث كان وآه قبل ركوعنا إلي بنان طاي بعد ركوعنا إلي بنان هذا الحديث قد يهمنا عليه صحابة لا بد من أي كسر معه وعبد الله مسعود قال كسر أنت قبل الركوع إنه وترك قنوطي عبد الله مسعود كسر أنت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى جزء لباطن يا صديقات جزء لباطن يا صديق صفحة بقول وقول فقهاء أهل الحديث فقهاء أهل الحديث كأحمد سيد أحمد بن حنبل وغيره فيجوزون كلا الأمرين لا بد أن يموت بوابنين قبل الركوع يا بعد الركوع
ولمجيء السنة الصحيحة بهما لما رأى السنة الصحيحة أخصها هذا يكرت السنة السنة الصحابة للجهد ما دام حديثك أي رهبين أئمة السلف كإن بلان وكمدها ما السنة وإن اختاروا هبط دورتين ويري القنوط بعده هبط دورتين فقهاء أهل الحديثك قنوط كإن لقد قربكو قد كد محايل لأنه أكثر وأقيس بعد الركوع وإن تفرها الضمان وهذا النازل بيبا وحديث تقط إلى هذا بعد الركوع النبي قلون بيكري أيضا أنا قياس كأبنه وقياس نمت بضان بحيال أخر فإن سماعاتك بريضة أقبل الدين مناسب مناسب أي أوليه لقول العبد أطولك مركو إلى هذا صنع الله لمن حمده الله هو أجيبا وكأقبرا قفك المهدية فهذا سوء مناسب إن قفك إلهي كبريو فإنه يشرع وحي لجدية الثناء على الله قبل الدعاء إنت على الله بريد إن إلهي لأمانه سلاسة شرعية أمانتنا وحي كله موريسة إنه قد قد رضا صنع الله لمن حمد اللهم ربنا ولك الحمد سلاسة كله موريسة فلك أصدر أمانت أسأميه إنه قلوك كتب أمر يسير الله أكبره مناسب ساسة ميشا صعوبة تايولي مثلا رأس إنفاس ayaan kaga gaabsan waxa la ma nabigu waa baray marka sunna witirka oo quluudka qowlahaan uga sugan yahay marka leena xadiiskan aan la jeednay waxa la ma nabigu waa baray al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu an yaqula ilu yahdo ila faraqa marku ka soo jeesto min qiraati qiraadisa fil watri witirka dhexdiisa qiraadi waa xay marku dhameeyo ilu yahdo allahumma allah اهدني اهنوني ما كما داما ما يريد به او كنت عيسو حتى معناه هو ان بنانته سنته او قروض كوترك لو قروض او شرعيه الا واحد ما يقول قف قولك كيره يا فعلك هو كسميه يا وحي انت اوغاد ان سميه او سوق كل قد وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم مركا ما دام يري حسن على سيدان به وهي تسيد قروض كوترك سوغن يحيى نروح الوقت رابع اللهم الله اهدني اهنوني هداية الله يهد حق إنات قربته إيا إنات وافقتك تقمد ديسا لربيبا وات إلهي كبرير لربيبا إلهي كبرير وعوني يسرين الله حق إقرانسي إنا وافق إناتك تقمد اللهم الله اهدني اهنوني في من هديت مع من هديت دتك آد هنوني دي وحق إقرانسي دي وافق دي تتكاس الله يقدر وعافني الله يعافي في من عافيت ذاتك عافيني ذاتك أدبايوينك دينت إي الدنيا دا أغا إلالي دي ودين كودو إلالي دي ودبلا دا أغا إلالي دي انحرافك إي الضلالك إي الدنعاء إي الشركك إي المعاصي دا الدنيا دا أغو إلالي دي نفتو دي مالكو دي إهلكو دي أغو حفي دي إله ذاتك سقود دروي ودينت إي الدنيا دا إي إلالي وعافني الله يعافي ودبلايوينك دينت إي الدنيا دا إيغا إلالي في من عافيت مع من عافيت ذلك عافري وأدبلاي ذلك إلى الدين توري الدنيا ذودا وتولني ألو إيجرجع في من توليت مع في من توليت مع من توليت ذلك أوجرجع تلجكودا إلى هضبك عصير قارك أبو أوت تولدو أوجرجعتو إلى هضبك أسقودا ذلك إلى هضبودا وبارك لي ألو إي بركة فيما أعطيت وحاد السيدي إلا وحاد السيدي وعلمك ومالك وذريك وعقلك وحبنها إلى عاصماتك لأنت ترى بضانا لكورك إنه السيدون نمعنى الدين يمد الدنيا إله إيه بركي ووح بركي سن إيه غد وبارك لي الله إيه بركي فيما أعطيت وحاد السيدي ودين إيه الدنيا له وقني الله إيه إلالي شر ما قضيت وحي أبو آت قدرتي شرطو ده حلاها سو قدرتو دعيا إلا وحك سو دعيا ألا قدري إلاهو أشيابا شرطو ده إغا إلالي وحن ألا قدري المدع مدعا فإنك هذيك إله تقضي واد حكمي ده ووح الله وحد دعيا أدا حكمي ولا يقضى عليك أدير وحلو بقمة حكمي إت إلهي وحكو قدرتان وحكو حكمي ده مجرتو وإنه مودس وصغنطهي
وإنه لا يدل وحكا صحا وإنه هو إلا غدره إنك صار رواد قبل بلون كتاكي والله لا قانسوه أبقريه رواد قبل كتاكي وإنه شامي لا يدل مدلوه ما هو عليه تقفك تدوك أبقرقارك إذا أدوك أبقرقارك مدلوه وحاد دلوه قفك إلهي قرب كيسا كبقه وإنه شامي لا يدل مدلوه ما هو عليه تقفك تدوك أبقرقارك إلهي نوك أبقرقار أولي يديس تقفك أو إيمانك يعملك صالحة كتوس معه إلهي كواس أبقرقارك إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم نشاء الدونك ألا أبقرقارا مركا قفك استعيك إن الله أبقرقارا وإن الدين تقلعليا مركا استعيك أبقرقارك الذي تشأت كتبته وإن الدينك كسي تداشا حضات قضاء الله استرامته دين اسك كسي لابا أضب دين اسك كسي لابا كبه كقال بيضاته أرم استهل نصر هذا إلهي وحلوه إلى علم تسدينك ولا يعز ما إزوره وأوض ما يشره من عاديت أحد أضوه الله الله يتنفي قف إلهي الله الله يتنفي أوض ما يشره طبقه كتبا قف إلهي الله الله يتنفي طبقه كتبا إزوري أوض ما يشره تباركت إله الطير كغاف ربطي ربنا يا ربنا ربك النيو وتعاليت إله واد صريبا لا منك ميل قبت بادو منك أديك اللقاء قبت بادا ما جرتو إلا إليك أديك حقاك إلا قبت بادا ما حاني أديك قفك قصكا إبت بادي دو كليه إبت بادا أديك ميل لقاك على ريل لقاك مغان قلو أو أديك لقاك بحسكرا ما جرتوه مالك إنتاس وحيكو سوغان تهي حديثك نبيك صلى الله عليه وسلم وبرأي حسن بن علي لكن أبي بن كعب مركو صلاة الليل أو قيام رمضان وتراويح ده بك مركو تكتلي الوقت عمر بن الخطاب وحا صحيح بن خزيمة كسوغان إنو صلي كدري تريو مركو أوردام ميو ونبيك كسلي تري صلى الله عليه وسلم marka uu dhameeyo bicadaas quruudka sida wanaagsan waxay tahay qofku inuu intaas kaga gaabsado intaan nabigu baray tacliintaas nabiga inuu ku gaarsado sidaas wanaag badan marka waxa ka sugan Ubay ibn Ka'ab markii uu dadka tujiiray taraawiixda aadiga Umar ibn al-Khattab markuu dhameeyo inuu saliga nabiga ku dir jiray ka way saliga nabiga lagu baro ما لقنا حديث في جود واحد وصغان إنه يريد بريادة صلقة حتى نلقود دارين لما أقبل كصلقة وإنه كود دارا ما كود نميه إلا وابرية إله إلا برية التشهد الأخير التحيات كالضنب وجود التشهد التحيات كان واجب نبديس هل كان واحد كالينا التحيات كونه واجب يهي واجب يهي ثم كان نبقى وقوها صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم مركو نميسر كقبال الرقعة الرابعة الرقعة أفريدة يجلس متفرستوها للتشهد التحيات كون فريسات جري التحيات كعلى خير أيضاً بي مركو نميه هداي صلاة دور أفر رقعة هاي مركو أفر تنميه فريسات جري هداي صدح تاين مركو صدح لتنميه هداي لبات تاين وهل التحيات بهده ثم كان نبقى وخوها صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم مركو نميسر كقبال الرقعة الرقعة رقعة الرابعة تافريدة يجلس مد فرستوها للتشهد التحيات وفرستة التحيات كالأخير أو الضنبية وكان نبي روحها يأمر مد أمره فيه التحيات كأسلح ديسه بما كي أمر به وكو أمره في الأول التحيات كهوري التحيات كهوري سيدان كو صامرني وحال الله وكو كو أمره التحيات كهوري مد كان تنبينا ويكو أمره جري إلغو سمعيه ويسمع النبي روحه سمعيه جري فيه في التشهد الأخير التحيات كضم بحديثة ما شيء كان نبقوها يصنع من سنية في الأول التحيات كي هرين كي هرين كل هذا انتو كو سميتلو كو سميتلو كالي يوحي وكال بدلتلو هذا كو شيء مر إلا ولكن أنه نبقى كان وقوها يقود من فريستا فيه في التشهد الأخير التحيات كضم بحديثة متوركا حاله يعني سنتر كبيرا لكن النبي صلى الله عليه وسلم
التحيات كهراء يكن ضمبه وحكو كل دوي جري قاب الله فريسنا التحيات كهراء وحن سوء وغاني حدان صلاة دو أحاين لبرك اكبران تهي التحيات كبه افتراش الله فريسنا افتراش من أميس وقو يهلوك تبديك لأن تلا تضبو إن بريد بديك لأخرك لغا صار ألو فريستو لوك تبديك كان فريه إذا انتقوك الله لغا قبله اللي تهديو إرتد كرلو تهدي افتراشك سلاس التحيات كبه فريسي جري أما التحيات كضمبه ساس وغير فريسي جري لبدا لغا اسكو إلو لبدا لغا هالقنا عيوة ربحيا لوك تبديك لأنا بوضان الملكة يا شمشره ميت ويستي لك بحه لوكته ميت تجلب كده ونقولكو سارن يهي فايه ده انا اقولك سارن يهي هوستي ده لوكته ميت على بحنا سنتي نبوك على بقى تورو ايا ليره ده الا لكن انه نبي كان وقع يقود ميت فارستا فيه في التشهد الاخير التحيات كضمير ليس متوركا ابي سنت ميت لوكا بقى يفضي حاله جارسينا بواريكه سنتيسة سنتا اليسرى أو بدحبا إلى الأرض دولكو جارسي جري ويخرج النبي وابحي جري قدميه لبني سعقوب من ناحية واحدة حال إنا ولا مريج حال إنا أيو ولا مريج رجع أنت الميد كبان كيد وهو ولا بحي جري لبدا عقوب لبدا بحق ولا مريم ويخرج نبي وابحي جري قدميه لبني سعقوب من ناحية دين وكب حجري من عاصر واحدة كريجين ويجعل نبوح يجري أن يسرى الوقت بدحضاء تحت فقيده بوداني سهوستين إيا وصاقه شانشدي سهوستين لقد ملكت شرب كان أقولك يكو هيدا فرحنا أقولك يكو هيدا مركا ماشا أقولك هيدا أو بودان هوستين أو شانشد هوستين ولقد بدحضاء كب حجري هل كاسو كب حجري وينصب النبي ويتاج جري ان لنا لقطة ملكة لقطة ملكة فرحي انت ملكة بغا وعرفت هذا كله تاج وينصب النبي ويتاج جري ان لنا لقطة ملكة وربما وحد لك مرمر فرشها انه قبل لقطة ملكة مرمر استقبل جري سيدا غيرك ويتاج تفرحي انت ملكة بغا وفرح الله قبل ذا وجهده وعرفت كله تاج جري لقطة ملكة لكن مرمرو يسكدو بيجيرو ساس قدق بيجي كاسا سولوكا إلا إريبتا هل كاسو سيداس دغبو بيجا سيداس دغبا وباتشاك وسينا ساسو بيجا ساسنا مرو سبيجي ماركا تاسنا وديعيجي ماركا دات حوغا القلوس يوليو آلي وانفع إبا هي دات حوغا روح عنو نايان هي ماركا سمنا سنة يلا دوا سيدا حتى يستغفر السنة حديث سمنا ونبي أبقنا ay kugu uslaato sunnadan kala baxo dhaqne meerkii aad meedid haddii aad ay tooska caafimaad qabtana sidii nabiga diyeelo sida gaarib kaana faraab ka buka bitaa xilibta kugu taage marmarna oo caafimaad qabaa sidii nabiga tabbiqina xiyaban waa tabbiqina illaa sunna ka sunnada ka sunnaata mar inaad ku dhaqanto iyo labo iyo sidii nabigu ugu dhaqmi jiray ugu dhaqanto waa sida ilaahay jecel yahay sidii nabigu ugu dhaqmi jiray ugu dhaqanto وربما مرمر فرشا نبي وقبل جري احيانا مرمر ما بدني سيده بدل وحي اهل انه تاغو وكان نبي وقوها يلقم متكون قبطه صلابا كفه على اشيس اليسرى برهبا ركبته وجلب كيسه يتحامل عليها حال اسكو حنبار يقسكري مركز وتحيه كوفا ديو على اش ملكة بودل ملكة كركيرو سارا على اش بدك دانا وقصارا بوضع أبديك ده كل كده لكن فرحة فرحة أصلا ما نجيه مدة ملك تأه مدة ملك تأه لابا فرحة مدة يرية تنكوحي توا لابا فرطان بحي سلطان لابا قيار ومد ليه يقفل سمية لابا دم واسول ونبي واسميكري إنو فرطة بحي لابا واسولك كورتا كسارا فرطان أيضا من ربستدأه مر والبوالا إشارة قبلة اللو تاغا إله واحد من الذي سيتوسيه مركا تانو سنة يتاه سنة لكرا يلا ربنا وحي تاه مركا الله فراغ الله سولك يا فرطة لحين الفوضة سوقة فو حلقة كتبه
إنه صاص حلقة وقديقه مرستها يلا مروا بواتيجن تهي وحدانية رب العالمين التلمامي أيوة صاص ومركا وقصارى يا ماشى بوضة كل كده وآخر كده قصوا كنا إلى بوضة أيوة نقسم صارى يا لكن بيرهلا أيوة اللعاب معه أيوة فريد في تسيه وقصارى بوضة ماشى كل ماتو وشيلك يا بوضة ماشى إسكجت شيران أي فرح جار يا مرك ماشى سلوجة أنا شيلك وفرح جاسينا مرك أسو خارج فرح قصو لابا فرح وحير وكسو لابا مرك على عش وحي سارنت بوضة فريهنا قيد كمده وحي جار تجيلك مرك سوساس قصو لابا شيلك أي أبو إسكوت الجن ما عنيك اللي بحسين عن ساعتنا إسكتر هذا شراء إن بلنا يوتو كلام وساعت إسكريه أرسلنا إسكريه بدو إسكسيدا ساسو أنا مصح ما هنا أيضا إن شاء الله تطبيق درس يقول دم بأيام كنت صاريت دورنا هو قلتك إيا هل كمدو صح دعا إن شاء الله وكان بروحها يلقيم متكو صلى الله رفيري كفل على أشيس اليسرى بيرح دعا حبة وجرب كيس اللو مصاصو صلى الله يتحامر عليها قارة وسكو حمبارة حقا وابسيد وقت سكان عيوسكا بيقا وصلنا مبروحه كدهي فيه في التشهد الأخيري التحيات كدن بحريسة أصلا تصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما صلنا سيد وكدهي ذلك صلق في التشهد الأول التحيات كهوري التحيات كهوري سيد السنة وهي النبي صلى الله عليه وسلم سيد كروي وصلي التحيات كنتم وانا واج صلق اسم النبي صلى الله عليه وسلم وصنع نبي واجده فيه التشهد كبحديثة الصلاة صلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما صنع سيد وجده ذلك صلق في التشهد الأول تحيات كبحديثة وقد مضى وارده هناك هلكاس التحيات كبحديثة ماذا أصنع كسوا مرمي أو كتغي وقد مضى وارده هناك هلكاس التحيات كبحديثة وكو إشارة ذكر السياق سيغوينك شغيد دولة سيغوينك الواردة كسو أرارتي في صفة صلاة صلاة التلمانة عليه نبقى الوصلين صلاة نبقى الوصلين سيغوينك من حق الموصر من حق الله سيغوينك نبقى الوصلين صلى الله عليه وسلم وجود صلاة سلقة واجب نبديس على نبي نبقى الوصلين صلى الله عليه وسلم هل كان حنك قلين إنه واجب طاي نبقى الوصلين إنه واجب طاي النبي قال وصل ليو التحيات كاس بحديثة وقد سمع النبي وهم مقلي رجل من كل يدعو دعيسنا في صلاة صلاة بحديثة النبي قال وهم مقلي من صلاة بحديثة كد دعيسنا ولم يمجد الله الله من أويني الله من أويني من كاسو التحيات يكتك ولم يصلي على النبي النبي قال ما صلي التحيات يصلي إلى ربي بكتك ولم يصلي على النبي النبي قال ما صلي صلى الله عليه وسلم فقال النبي وهم يريد عجل هذا كان واد دقدقي كان واد دقدقي إن برياد لقى أقبل أسيك دقدقي التحيات أمان ربي أها صلي قنا ونبيك صلي قيسي مركا الله بريا إذن الله الله أمان نبيك نوالو صلي أساسا وخلقا أقبل مركا هذا التحيات كتبت الله مرأ أمانين حتى صلي كتب كان نبيك كما صلي أصبارتي وخلقا أقبل لها مركا واضي عضي عجل هذا كان واد دقدقي أولير ثم دعاه نبي وعير نك وكارب فقال نبي وكور له من كاس ولغيره يقير كسبه من كاس يقير كسبه ما هن كريس من كاس يقير كسبه إذا صلى أحدكم قف إن كمل مركوت كنا فليبدأ هب الله بالتحميد ربه رب جيس أمانتيس التحيات هو التحيات آخر يوم ربها أمانه إذا صلى مركوت كنا حبكم قافل كمطاء فليبدأ هب الله بالتحميد ربي ربي جيس أمانتيس جل الله وين وعز الله أود له وفناء أمان عليه على الله على الله أمان هب الله ثم يصلي كد نبي كصلينا وفي رواية هكوسغا ليصلي وضلته أمرا ليصلي هكوسليو على النبي نبي كرتيس صلى الله عليه وسلم ثم يدعو قفك ويكد عيسنا بما شاء وحو الضوء الصوت كد مركز وحو الرضو الدنيا آخرة ضمت ليه الله وشيكتو وصنع النبي وحو مقلي رجولا من كو يصلي تكنا
طرف ما جد الله الله وينيو إلهي أمانه أتحياتي أخيوي والصنيعة نبي وخم مقلي رجولا نين نينكو يصلي تكنا فما جد الله الله وينيه وحمده الله أمانه أكو مهديه فما جد الله الله أيو وينيه وحمده الله أيو مهديه وصلى على النبي نبينا ويقصليه صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم ادعو الى اهل بري تجب ولا اقبل بري الى اهل ولا اقبل هل بريت يكون اله هو امر نبينا ويقصليه صلاه وصاص مركز الله بري اذا وين مركز اله امانتا كدنا نبينا يقصليه صلى الله عليه وسلم نبي يقول لي وسل ويديس تقضى والمسينا ويديس وحر المسينا مركا أبو إلهي كوكا رسول إله تاق بريو مركا إلهي أمان تنبقى كو صلدو